الزعيم عزيز مبارك احد مزارعين الخيار في المنطقه هنا واللي هيكلمنا عن مشكلاته اللي بتخص زراعه الخيار. اهلا بحضرتك يا حاج. اهلا بك يا فندم. يعني حضرتك بتزرع خيار بقالك فتره واكيد كان عندك مجموعه من المشكلات عايز اعرفها منك برضو وعشان خاطر كل الساده المزارعين اللي بيتفرجوا علينا النهارده يستفيدوا منها. اصابه المتوده كانت عندنا بكثره. وكان بتهلك الزرع ومفيش محصول. المبيد اللي جابه لنا الباشمهندس ورشينا بتاع الشركه دي رشينا بيه بيدينا انتاج 80% دلوقتي زياده عن معدل. طب خلينا نعرف من الاول بس الاول يعني كانت اعراض النماتوده ايه؟ اعراض النماتوده مفيش علاج ليها. ايوه اعراضها يعني انت كنت بتشوف على الزرع بتاعتك ايه؟ بشوف يعني؟ الزرع اجلع الجذر جبت حبيبات كتير فيه في الجذر في الجذر ايوه اجلع الجذر بتاع العود اجلع حبيبات كتير فيه. وبالذات البم بيبقى فيه حبوبات كتير. الباميه والخيار كان عندك فيهم مشاكل. حبوبات كتير كده. والجذر نفسه ما بقاش بالسلك الفضي الجذر نفسه بيبقى معقد عقد. الجذر فيه عقد. فيه عقد. اكيد. دي كانت الاعراض. طيب وكانت بتاثر على الانتاجيه بتاعتك ازاي؟ كانت بتاثر ما بديش انتاج. يعني كانت الزرعه قدامك وما بتطرحش. العرش كان بيضمر بتاع الزرع. العرش بيضمر. بيضمر بتاع الزرع. وما كانش يجيب محصول ما يجيش انتاج. دلوقتي لما رشينا بالدواء ده وحطيناه في التسميد ادينا زياده 80%. طيب انت استخدمت يعني المنتجات بتاعتك استخدمتها بالحقن ولا استخدمتها ازاي بقى؟ مع الري بالتنظيف. مع الري بالتنظيف مع خطوط الجي ار نفسها. ما حقنتش يعني؟ لا مع الري بالتنظيف. مع الري بالتنظيف وحاسس يعني حاسس بتحسن في تحسن كتير 80%. 80%. يعني واحدة واحدة كده ونقول النماتودة النهاردة أين تنتشر النماتودة بشكل عام؟ يعني إيه نوعية التربة اللي إحنا نكون متوقعين فيها إصابات نماتودة؟ هو حضرتك مبدئياً الأراضي هنا أراضي قديمة فطبعاً متوفر فيها أعداد كبيرة من إصابات النماتودة أراضي صفرة وأراضي متوسطة القوام فبينتشر فيها النماتودة بشكل كبير. مبدئياً إحنا كنا أهم حاجة عملناها إن إحنا حددنا المرض وتنبأنا بالإصابة مبكرا وبالتالي كانت النتيجة نتيجة التأثير المركب اللي احنا اشتغلنا بيه كانت عالية جدا لأن لما حضرتك بتحدد المرض في إصاباته الأولى بتبقى النتيجة معاك أسرع وبتديك نتائج أعلى. كان أول تفكير في مكافحة النماتودة إن أنا بشتغل على محصول خضار يعني تقريبا من زراعته لبداية الحصاد 30 يوم وبالتالي ديت بتحملني مسؤولية كبيرة جدا مش مسؤولية المزارع ان انا اطلع له انتاج عالي، لا في حاجة تانية انا ان شاء الله نطلع مع المزارع انتاج عالي والنقطة التانية المستهلك اللي هو احنا اللي هنستخدم المنتج ده وهنستهلكه. يعني احنا لما بنتكلم عن خضار اعزائي المشاهدين بنتكلم عن حاجة عمرها قصير وبالتالي احنا محتاجين يعني نشتغل بمركبات بشكل عام يكون البي اتش اي بتاعها منخفض لان احنا ما عندناش فترات امان يعني عندنا الوقت هنا بيحاصرنا يعني يمكن في نباتات تانية او في الفواكه مثلا ممكن نحط حاجات درجة البي اتش اي بتاعتها بتكون مرتفعة شوية واقدر اصبر على الصمغة 15 يوم و20 يوم قبل ما اجمعها، لكن انا بتكلم النهارده في الخيار بتكلم على حاجة من بداية يعني عملية الاسمار لحد الجمع الفترة قصيرة جدا، فالاصابات في الوقت ده محتاجة مركبات البي اتش اي بتاعها منخفض بحيث ان انا لما اجي اجمع ما يكونش في متبقيات سامة تتنقل بقى من المزرعة للمستهلك زي ما الباشمهندس هاني بيتكلم. يعني انا هنا مش بيهمني الانتاجيه على قد ما بيهمني كمان ان انا اقدم منتج امن للمستهلك وخصوصا ان المنتج ده مش هيتصدر يعني المنتج ده مش عايز المواطن المصري هو اللي يدفع ثمن عدم اهتمام المزارع بمعامل البي اتش اي. خلينا نعرف بقى حضرتك هنحل المشاكل دي ازاي في الاربع مشكلات احنا اتكلمنا عنها. كانت اول مشكله قابلتنا اللي هو بتصيب المجموع الجذري وهو مركب النماتودة وحضرتك عارف ان النبات السليم من الجذر السليم ان كان الجذر سليم ده الجذر هو بق النبات تمام وبالتالي حددنا اصابات في نبات الخيار باصابات نماتودة تعقد جذري واضحه جدا نمو النبات واقف تماما مفيش اي نموات خضريه جديده مفيش اي شعيرات جذريه جديده شغاله معانا فاتخذنا اسلوب علمي في طريقه تحديد المرض استخدمنا مركب بيوكسي اي مركب امن بي اتش اي 0 مركب الماده الفعاله بوليكوات وحمض فوسفوريك المركب بيعتمد ان انا بضيفه على ثلاث اضافات اول اضافه بتكون 4 لتر للفدان بيليها اضافه بعد 7 ايام ب 2 لتر ثم بعدها بسبعة ايام 2 لتر بنعتمد ان دوره يعني 4 2 2 تمام اسبوع 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 صح كده تمام حضرتك
اسبوع 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 على 3 اسابيع 4 لتر 2 لتر 2 لتر. طيب كويس قوي، خلينا نعرف الاول النهارده اول 4 لتر هستخدمهم ازاي وامتى. مبدئيا ان شاء الله ان انا اول ما حددنا الاصابه وعرفنا ان هي اصابه نيماتودا، مبدئيا اديناها ريه غزيره او ريه عاليه عشان نخلي حشره النيماتودا والبيض يفقس ويبقى في حاله نشاط كامل. بدانا نضخ النيماتودا، سحبناه 4 لتر للفدان في اخر ربع ساعه في الري. ماده البيوكسين اللي هي ماده البلوكوات، الماده الفعاله، بتشتغل ان هي بتحلل لي اغلفه البويضه والحشره الكامله، وبالتالي بتساعد دخول المبيد الى الخليه داخل الحشره، وبالتالي بتجعل محتوياتها تنسكب خارجها وتقضي عليها تماما. انا الفكره كلها اللي هي في المركب ان انا بقضي على الحشره والطور اللي هو بيسبب له المشكله، وكمان بقضي على الاجيال الجديده اللي جايه، وبالتالي تعدادها تماما بيختفي معايا من التربه. الغريب بقى والملاحظ ان مع اول حقنه بعد 3 ايام لاحظت ان نمو النبات زاد الضعف. واشتغلنا بعدها بمنشط جذري لبابين ميكس، ضخناه في السماده عشان يساعد على تخريج شعيرات جذريه جديده ويعيد تكوين مجموع جذري اللي النيماتودا قامت بتدهور فيه او بالقضاء عليه. فبدا يتكون معايا مجموع جذري جديد، النبات بدا يبقى فيه مجموع جذري قوي، بدا ينعكس على النمو الخضري